مرحبا بمشاهدي أخبار البلاد في حلقة اليوم، حلقتنا غير حلقتنا المعتادة، حلقتنا اليوم ميدانية. هذه الحلقة اليوم من مخيم تورغاء في حليس، نتحدث اليوم عن الذكرى السابعة لتهجير تورغاء، هذه المدينة التي هجرت وهي تعتبر ندبة في جبين هذا الوطن. نتحدث اليوم بعيدا عن السياسة، بعيدا عن المصالحة، بعيدا عن أصحاب الكراسي، نتحدث اليوم في حلقة من أخبار البلاد في ضيفنا وملفنا هذا اليوم عن الجوانب الثقافية والاجتماعية لتورغا ومدينة تورغا، ثراثها، ثقافتها، مناسباتها، كيف تقام، كيف قضت تورغا وأهالي تورغا بعد 7 سنوات تهجير، كيف يقضون أوقاتهم داخل مخيمات البؤس والشقاء، هذه المخيمات اللي انتشرت للأسف في كل أنحاء ليبيا، خاصة في المنطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الجنوبية وفي المنطقة الغربية. نتمنى من الله العلي القدير أن يلم شملهم في أقرب وقت بإذن الله. فحلقتنا اليوم تابعوها، حتكون حديث كيف ما تشوفوا فيها الآن، تشوفوا فيها لبسة، لبسة عربية، هذه اللبسة من أهالي تورغاء لكن هي لبسة ليبية عربية طرابلسية أكثر شيء. سنتحدث اليوم عن الثقافة وعن الثراث لهذه المدينة. طبعا اليوم حنحكوا عن الثقافة ونحكوا عن الثراث ونحكوا عن العادات والتقاليد الاجتماعية لأهالي تورغاء في ظل 7 سنوات. هل حافظوا أهالي تورغاء على عاداتهم وتقاليدهم؟ هل جدت عليهم أشياء جديدة؟ هل فقدوا مع فقدانهم مدينتهم هذه العادات وهذه التقاليد؟ هل زادتهم الغربة وزادهم التهجير ترابط وإصرار على العودة، أم مع الخذلان ومع الوعود الكاذبة تباطؤوا أيضا وأصبحت حياتهم كما هي الآن تحلو للجميع؟ اليوم طبعا ضيوفي كيف ما تشوفوا عدد من أهالي تورغاء. اليوم معايا طبعا السيد محمد ونيس ميلاد، حيتحدث معايا عن الجانب الثراثي لتورغا وأهالي تورغا. أيضا معايا السيد أحمد بودحيدح وهو كاتب وباحث تاريخي، حنتحدث معاه أيضا عن تورغا وعن أصولها وعن تسمية هذه المدينة وعن عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية. أيضا الحاج سالم الصغير حنتحدث معاه، وهو عضو المجلس البلدي وأيضا المكلف بالأعلام ومنظمات المجتمع المدني لتورغا وأهالي تورغا. الحاجة عيدة حمد وأيضا الحاجة عيشة غيث حنحكوا معاهم عن الجانب النسوي لأهالي تورغا، عن الثراث، عن تصنيع السعف وعن الجريد وعن كل الثراث الجميل لهذه المدينة الجميلة وعن تمورها وعن عاداتهم الأصيلة وتقاليدهم بإذن الله. أيضا سيكون معانا اليوم الحاج سالم رحومة وهو عن ملتقى أطفال تورغا. نبدأ بداية مع الكاتب والباحث أحمد بودحيدح ونتحدث أحمد بودويح وهو كاتب وباحث تاريخي، نتحدث معاه عن تاريخ تورغا، عن تسمية هذا الاسم، لماذا سميت تورغا، كل هذه الأمور اليوم أكيد مع ضيوفنا الكرام حنعرفوهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، أول من سبق للخلق نوره، ونحن نعلم أن هي أول الخلق نورا في هذا الكون هو نور أو روح سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن بعد سيدنا محمد سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشر، فهناك البشرية الأولى ما قبل الطوفان من سيدنا آدم إلى إدريس إلى سيدنا نوح، ومن سيدنا نوح إلى وقتنا الحاضر انبثقت البشرية من قارة آسيا. فعندما رصت سفينة سيدنا نوح في العراق شمال تركيا جنوب شمال العراق جنوب تركيا تحديدا، وانطلقت البشرية من ذلك المكان أحفاد سيدنا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا سام وحام ويافت. فانتشرت هذه البشرية، اتجه سيدنا سام إلى الجنوب إلى اليمن ومكة وعدن، وظهرت منه القبائل العربية بني عبس وسبأ وحمير إلى آخرهم من القبائل العربية، ثم اتجهت أحفاد يافت إلى القوقاز وروسيا ومنهم العجم والروم إلى آخره، ثم اتجه حام إلى جهة سوريا والأردن إلى مصر حتى وصل إلى الشمال الأفريقي في بداية الخلقة. وكانت 3 قبائل جاءت من جمهورية مصر العربية، قبيلة هوارة
ولواتا وموزاتا تحديدا للشمال الأفريقي. فاستوطنت قبيلة لواتا في مدينة إجدابيا وكونت مملكة من رأس الأنوف حتى جمهورية مصر العربية، واستوطنت قبيلة هوارة من رأس الأنوف حتى تاجوراء، وهي قبيلة هوارة الأولى التي استوطنت في مدينة تورغة، واستوطنت مدينة موزاتا في مدينة ودان وحدودها من جنوب تورغة إلى جبال العوينات إلى واو حرير. فتحديدا في هذا الموقف الممتاز المشرف الذي نلتقي فيه هذا اليوم، نحدد بمعرفة مدينة تورغة هو اسمها مدينة تورغة نسبة إلى جدهم فارق بن بيصر بن حام بن نوح الذي سميت عليه المدينة. فاستوطنت هذه المدينة وانبثقت منها عدة قبائل أخرى، قبائل التحنو والليبو والمشواش والأسخوزاي والمور والجرمنت واللوتس، يعني عدة قبائل بربرية أفريقية من هذه القبائل العريقة. فتحديدا منطقة تورغة عاشت فيها قبائل المشواش والمكاي واللواتا والهوارة في زمن ما قبل التاريخ يرجع إلى 4000 سنة قبل تاريخ ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. وعندما جاء الغزو الروماني للشمال الأفريقي استوطن تحديدا في مدينة تورغة وأنشأ مدينة توباكتس وأنشأ مدينة مكمداس الرومانية وأنشأ قصور وتسوية لمشاريع المياه والأبار وعدة الأمواج، نحن نقول لها أمواج يعني في مدينة تورغة. والتحمت هذه القبائل البربرية مع بني سليم الأولى وبني سليم الثانية ثم أولاد هلال ثم القبائل العربية المجاورة الأخرى ثم توالت الأشراف والمرابطين، أي بمعنى أن أصول مدينة تورغة بربرية عربية وقبائل أشراف وقبائل مرابطين وقبائل عربية، امتزج دم تورغة من جميع القبائل العربية في ليبيا. فعندنا عدة أقارب من مدينة تورغة بالمدن المجاورة لها، عندنا أقارب من بنوليد من الفرجان من سرت من القبائل الشرقية من سبها، عندنا من الكفرة، عندنا من غريان، عندنا من طرابلس، عندنا في جمهورية مصر العربية وعندنا في جمهورية تونس وجمهورية الجزائر. فالأصول متفرعة من مدينة تورغة، هذه المدينة العريقة بتراثها العظيم كما ترون في هذه المناسبة والوجوه الطيبة، نستعرض قليلا من التراث والمصنوعات التراثية. فثقافة تورغة لا أستطيع في هذه الدقائق أو في هذه الساعة نشر على تاريخها، ولكن نمر عليه مرور الكرام، إنها مدينة لها تاريخ عريق وقديم وعندها ناس مهندسين ودكاترة. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. نعم. من وين جت تسمية مدينة تورغة؟ جاءت لجدهم فارق بن بيصر بن حام بن نوح، أي بمعنى مدينة هوارة، جدهم هوار الذي استوطن في مدينة تورغة الملقب بأريغة أريغة، وحرف هذا الاسم إلى تورغة تورغة تورغة، فهذه تسمية الاسم على جدهم، جد أول قبيلة استوطنت في مدينة تورغة سميت عليه هذه المدينة. تفضلي. أكيد حدثنا سيد أحمد بدويح الكاتب والباحث التاريخي، حدثنا عن بداية تورغة وعن أصول هذه المدينة، وأيضا حدثنا عن كيف جاء هذا الاسم. أنتقل منا للحاج محمد ونيس ميلاد، يحكي معنا عن ثقافة تورغة وعن ثورات تورغة، كيف كانت في الماضي، يعني كيف انتشرت الحضارة والثقافة الاجتماعية داخل مدينة تورغة. مرحبا بك حاج ميلاد. محمد. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى أهله وصحبه وسلم وتسليم. أول تورغة عاشت على الديس الحصران وعلى ال اسمها الظفيرة، أساسا زراعة فيها عايشة على الزراعة، فيها فلاحة وفيها تقول الديسة، احنا الديسة زي الديسة هذه اللي ورانا، وفيها الصناعات اليدوية أدوية
وحاجات وجدات كويس يعني كانت مشهورة بالنخل كان فيها يا سلام علشان هيك احنا نشوفه في القفف ونشوفه في النخل على جميع الأوصاف النخل التمور صار التمور على جميع الأوصاف من نقولوا الطابوني لعند المحناش لعند المرواني لعند البيضة لعند النجمة لعند العامي كل جميع الأوصاف نتاع التورقة كل الموجودات كويس كانت الأرض نتاعها خصبة يا سلام أرض نوع من أنواع أرض مية واجدة ما تقدرش تخشها بكل أي التورقة التورقة عايشة ناس ناس اللي كانوا بدو معايشتهم أي ولا تو يشيقوا على تاريخ تورغة كم تعداد تورغة؟ ها؟ كم تعداد أهل تورغة تقريبا؟ حوالي 42,000 42,000 اسمها نسمة تورغة معايشة ناس البدو اللي كانوا الوقت يتفكروا فيها مش توا قعدوا دوايح على الوقت التاريخ ما يرحمش كان يرحم التاريخ مشكي لكن التاريخ ما يرحمش الناس اللي عايشين معها لا تو يتبكوا عليها كويس احكي لنا شويه عن تراثهم وعن ثقافتهم في المناسبات في الاعياد عن التزاور عن التراحم تعالي تخش تورقه زمان تخش تورقه اي بيت يقول لك تفضل ما فيش اي مشكله بكل حتى العيل الصغير يقول لك تفضل باتي قاعد امي قاعده بقى كل عائله كويسه محترمه ما فيش الكلام هذا مع الناس يعني كان توا وين يا خي ما الغالب قال اليد قال ما فيهاش حيله ربما الكاتب والباحث التاريخي الحاج احمد بدويح يحكي لنا اكثر عن بعض الرموز وعن بعض المقامات الدينيه في مدينه تورغه واوائل مدينه تورغه وعن الكتاتيب في تورغه وعن مدينه تورغه ايضا عن الدراسه واوائل من درس ومن كان عندهم متعلمين ومن كان عندهم مشايخ ايضا بسم الله والعود أحمد فنتحدث عن ثقافة تورغة القديمة فأخذت تورغة طابع الثقافة من البربر والأفارقة القديمة ثم انتقلت إلى العهد الروماني في الصناعات الحديدية كان يديروا في العربات الحديدية والسك الحديدية وجميع المصنوعات الحديدية والنحاسية كانت تشتغل فيه مدينة تورغة ثم انتقلت بعد الخلطة مع الثقافات العربية فبدأت الصناعات التقليدية الموجودة الآن اللي هو نقول احنا الحصير هذا عمره طبعا 2000 سنة قبل الميلاد ثم الصناعات التقليدية الموجودة أمامنا هذه صناعات قديمة جدا وعاشت عليها مدينة تورغة فالتعليم الفني كان منذ القديم جدا وفي الآونة الأخيرة دخلت فيها طبعا الزوايا الصوفية وأيام دخول المرابطين جيشاء دولة المرابطين في المغرب العربي أنشئت 28 منارة علمية في داخل مدينة تورغة لتعليم القرآن الكريم نتيجة للتدخل الإسلامي ظهور الإسلام في الشمال الأفريقي أيام سيدنا موسى بن نصير وطارق بن زياد في هذه الآونة دخل سيد أحمد أبو شعيفة وهو الصحابي الجليل وأول من علم القرآن في مدينة تورغة في مركز في قرب من السيدة عائشة حاليا ثم أنشئت 28 مركز لتعليم القرآن الكريم وكان عدد حفظة كتاب الله ذلك الوقت 166 شيخ من مدينة تورغة هذا من قديم جدا في ظهور الإسلام سنة 635 سنة 635 ميلادي هي أول مركز لتعليم القرآن الكريم ثم توالت حتى أصبح التعليم شاسع الآن عندنا 156 ما بين دكتور وماجستير وعندنا 4000 مهندس ناهيك عن المهنة الحرفية والهندسية وتعليم المرأة يعني في جميع المجالات العفو والسلام عليكم
شكرا أكيد للباحث أحمد بدويح. خلوني نشوف اليوم معنا صناعات تقليدية من تورغة. نحن نشوفه في النشاشة الكل يعرفها، هي من الصناعات التقليدية لمدن الجنوب وأيضا لأهالي تورغة ولبعض المناطق جنوب وغرب ليبيا. حنتحدث عنها، نشوفوا قدامنا. نحن اليوم معنا الحجة عيدة والحجة عيشة غيث، وهن يصنعن في القفف ويصنعن في الجرار ويصنعن أيضا في الكثير من الصناعات التقليدية اللي نشوف فيها قدامها. هي هذه عندها اسم. مرحبا يا حجة عيدة، كيف حالك؟ مرحبا، كيف حالك؟ كويسة؟ سلم حالك يا أخي. الحمد لله. احنا هذين هذه صنعتنا يا بنتي، وهذا اللي عايشين بها، وهذه من جد اجدادنا من الاولين، من عيد النضنا عويل كهدوم هما نتعلموا فيه ونفتلوا ونتلوا ونقلعوا. هذا معيشتنا. كويس. نبغى نحكوا نحن على الالوان، يعني هذا الالوان، هذا سل النخل، هذا سل النخل. ناخذ الصبغه ونصبوها في الميه، تاخذوها اصلا السله وتفرتوها من بعضها، نفرتوها من بعضها وتركوها من بعضها، وبعد ذلك نحطوه على النار نصبغوه، وهذا ابيض ذكري وهذا الاحمر، نخلطوا فيه في بعضه. يعني نجيبه في صبغه، نجيبه في صبغه نصبغوا فيه، يعني يقعد يوم في الصبغه؟ لا ما يقعدش، دقائق بس، طبخ بس بالنار. تطبخين بالنار؟ ايه بالنار. ايه كويس. ورينا كيف تصنعي فيها، في يعني هذه شنو اسمها اساسا؟ هذه منها وحده كامله مسكره. هذه مسكره، هي هذه كامله. هذه نقولها زرفونه صغيره. زرفونه؟ ايه زرفونه. اسمها هيك؟ ايه اسمها هيك. مطبخ ولا فصل الحوض؟ لا، تحطيها في مكان تحطي فيها لوابز، تحطي فيها بنيات عيالك، فيها حاجات. هذه صنعتها. كويس. ايوه. كم تاخذ منك وقت؟ لا تاخذش وقتين، دير منها حتى اثنين ثلاث في النهار عادي. ما شاء الله. عادي. كويس. الخيط هذا اللي تفتلي به، هذا منه، هذا هو منه. شوفه يقول عليه حبل هنا. ايه حبل. ايه هذا الحبل. هو حبل من الجريد ولا من الجريد؟ من الجريد. من جريدك. نشوفه في الحاجة عايشة كيف. لا من جريدك. تفتل فيه. ايوه. وهذا هذه صبغة. هذه الصبغة. هذه صبغة خضراء وصبغة حمراء. صبغة حمراء. وصبغة حمراء. هذه صنعتنا. هذا من جد جدادنا. كويس. والنخل أو أنا مغرسو ونسقوه المية، بعد نسقوه المية ينوض ويكبر تحايا ويكبر ويقعد يلد، وهذا معيشتنا به. نهزوه ونشققوه. شنو أنواع التمور اللي عندك؟ عندنا الفزاني، عندنا البيضة، عندنا البكراري، عندنا الطابوني، عندنا التابلة، عندنا أي نوع، أي نوع المقمعة، حب الرمان، أي نوع عندنا. هذا اللي عايشين به. وشنو هو اللي ماشي؟ لا ماشياتك كلها. الماشيات ماشياتك كل هذا معيشتنا احنا. هذا انت ورغ احنا. وينهم تورغ؟ راحوا تورغ. كيف حفظتوا عليها الثورات وكيف الى الان ما زلتي انت يعني تصنعي فيه؟ نصنع فيه، يعني نطارد فيه حتى في البرور، يعني في بلدان نطارد فيه ويجيبوا لنا فيه ونصنعوا فيه. هذا معيشتنا احنا. هذا معيشتنا. كويس. تبيعي فيه هذين؟ نبيع فيه، نبيع فيها على خمسة. على خمسة جنيه. على خمسة جنيه. ايوه. القفف اللي نشوف فيه قدامنا. هذين حتى هن وغطيتها قفة وغطيتها، ذاك يقولوا له مقطف، وهذه نشاشة، وهذه طاقية، وهذيك علاقة، هذيك زرفونة. هذين صنعتنا. كويس. كم تاخذي فيهن وقت حتى هن هذين؟ تاخذ على لهاتك انت، على هو انت يا حجة توا، يعني ربي يعطيك الصحة والعافية. الله امين. يعني تقدري تنقلي هالخبرة هذه للبنات الصغار اليوم، البنات اللي موجودات يتعلمن. تعلمن حتى تعلمتي. تعلمن تو على ذكي البنات هذين. في حلقة مرة علمتهم فيه كيف يظفرن وكيف يشركن وكيف تعلمن فيه. يعني نقولوا هالصناعات هذين مش حتندثر. لا ما تحولش. من احنا الكبار نمشي للصغار باش يعيشوا بيهن بعدنا. باش يعيشوا. طبعا الحاجة عيشة متحشمة، ما تبيش تحكي معانا، متجنعة علينا، ما تبيش تحكي معانا. فحنكملوا حوارنا مع الحاجة عيدة. حاجة عيدة، يعني أنا شفتك تصنعي ما شاء الله في هذه. كويس. نبيك تحكي لي عن مناسباتكم الاجتماعية، عن أفراحكم، كيف تخطبوا، كيف الأفراح في تورغة، كيف الأكل برضو في تورغة، أكلاتكم الشعبية شنو هن؟ أكلاتنا الشعبية حنا الواحد وين يعدي يقرك ذي، يعدي يدزه ولده، يعدي للبنت أم بات الولد
وليش يلز فيه؟ يلز فيه. يدز. يدز. قلنا نين بي بنت فلان. يعدي هو. يعدي يطلبها. وين يطلبها عاد يعطيه هلا ويجي. يجي عاد يذبل شونا ويدروا له ورقة شن فيها وشن يتبي وشن من ذهب ما بلا ذهب. يشري. يشري وبعد قرك يتقدم للفرح. يلمدوا ناسهم وعربهم. ويجوا يديروا في حظها وينهم زغاريت وعرس وفرح. كويس. شنو يوتوا شنو يكون المهر؟ وتسكن مع 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 نفس بيت العيله. البيوت هنا من طين والله يعني البني الحديث اللي توه ولا شنو يعني؟ هذاك قبل يسكن بالثلاثه اربعه خمسه في بيت واحد. كان لا توه كان ما تديرش حوش ما تجيهاش. ايوه. كيف بنغازي تقاليدنا وعاداتنا كان في بيت العيله الكبير واليوم لا كل حد بيسكن على حاله وعلى زي راسه؟ لا هذا يحسكن على حاله. لا على حاله. ويعدي بات الولد يعدي يقضي هوانا يجيب الدبش ويجيب القضية الحوش من ما سميد من دقيق من لحم من اللي يلقاه ويجيبه ويجيبه الناس وهنم يطيبوا ويزغرتوا ويديروا حظهم. وبعد تالي يجيبوها المرأة وجي قاعد يقول لها لي حوشه والله وين يطيش بها وتب. هذا هو وين بيطيش بها. هو يطيش بها صح يعني. هذه احسن كلمه قلتيها. كويس. شنو في الافراح ولا في المناسبات الاخرى شنو الاكل بتاعكم؟ عيش. احنا نقولوا عيش انتم تقولوا بنزين. نديروا سميد. هو العيش اللي بالدقيق الشعير ولا بالدقيق الابيض ولا فرينه ولا اللي هو؟ نديروا سميد نديروا رز نديروا يعني ما عندكمش حاجه من مشهورين بها تديروا فيها في الاعياد ولا تديروا فيها في الافراح لازم مشروطه تديريها يعني؟ لا اللي مشروط نديروا. لا ما نديروا عندناش حاجات اخرى تقولوا في اللي يديروا في الهريسة يديروا في الواحد يديروا في البنة هذه. لا هذا اللي نديروا فيه احنا طوارق. ما عندناش شيء اخر. مقطع والوحدة. لا مقطع ما نديروش شيء في الفروح. لا في الفروح ما نديروش شيء. لا ما نديروا فيه. نديروا في البراك نديروا في المحشي نديروا في الأكل العادي. كويس. شنو الزي اللي تلبسوا فيه في الأفراح ولا هو نفس الزي اللي أنا لبسته؟ الزي هذا. لا نفس الزي. أنت لابسة ثوب ولا شنو لابسة؟ لابسة ثوب. ثوب عادي. ايه ثوب عادي. يعني هذا ثوب المرأة التورغية في حوشها. هذا التورغية في حوشها. تلبسه عادي. ايوه. وكان توها الجيل هذا ما عاد لبسه. يلبس سوهاج لبيب السود وتم وعد خلاص. يعني نقدر نقول اليوم بعد سبعة أو خشين على ثمان سنين من التهجير اليوم من 2011 إلى اليوم يعني قدرتوا تحافظوا على جزء معين من ثقافتكم ومن عاداتكم وتقاليدكم ولا لا؟ الحمد لله صابرين. صابرين وربي يصبرنا. ربي صبرنا يأتينا الله بالصبر يجعلنا صابرين. فوجينا البلاد ورحبوا بينا وخشينا فيهم وحصلنا كامبوهات وعشنا كما عشنا. والبلاد هذيكي إن شاء الله ربي يحن الله علينا يحن الله علينا وإن شاء الله نروحوا لبلادنا يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله في هالأيام المفترجة بداية العشر الأوائل إن شاء الله من شهر ذي الحجة ربي يفرج على كل الأمة إن شاء الله بإذن الله. أهزيشكم وأغني كم في افراحكم وفي مناسباتكم كيف سمعينا حاجه او لا الحاجه عيشه طبعا مش تحكي ليش ما تحكيش معانا؟ لا شنو تقولوا؟ لا ما نبيكش تغني لي. شنو الكلمات اللي تقولوا فيهن؟ كلمات تبي نقول لك تو؟ لا تذكرين شو انت مش تقوليه؟ لا نقدرش نقوله لما تذكرهنش ما نقدرهنش. رايحات ما عدة. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب العالمين إن شاء الله. لا. شكرا لك. قدام هدوم ضناي. لا لا لا. شكرا لك. شكرا لك. أكيد ننتقل الآن من حديثي مع الحاجة عيشة والحاجة عيدة لمؤسسات المجتمع المدني. طبعا ما زلنا نحن في خيمتنا تورغية لليوم اللي نحكوا فيها عن الثقافة وعن الثراث لمدينة تورغة بعد تهجير على مدى ثمان سنوات من 2011 إلى اليوم ثمان أعوام أو سبع أعوام مرت. ما اللي تغير في الهوية الثقافية تورغية اليوم؟ معنا أيضا الأستاذ سالم الصغير هو عضو المجلس البلدي المكلف بالإعلام وأيضا يعني متابع لمؤسسات المجتمع المدني. بنسأله عن دور مؤسسات المجتمع المدني اللي يعني طول هالسبع سنوات شنو كان دورها مع أهالي تورغة ومخيمات تورغة تحديدا. مرحبا بك حاج سالم.
مرحبا بك. أولا السلام عليكم ورحمة الله. نشكر قناة ليبيا الحدث على تواجدها دائما معنا في جميع المحافل سواء المحلية أو المحافل التي من جانبها من أجل الشأن التوري. طبعا قناة ليبيا الحدث كانت دائما من اليوم طبعا ذكرى النزوح 11/8/2011. فنشكر قناة ليبيا الحدث على تواجدها. وبالنسبة للمنظمات المجتمع المدني كانت بالنسبة لهني حديث الولادة بالنسبة لهالي تورغة، فكانت البداية في 2013 بعد النزوح. المنظمات المجتمع المدني العدد بسيط بالنسبة لهالي تورغة، حوالي بالنسبة للمنطقة الشرقية 14 منظمة. المنظمات التي في اللي تشتغل حوالي 2 أو 3. طبعا المنظمات المجتمع المدني كانت حاضرة في التراث التورغي من معارضها. كانت أول معرض كان في 2015، وكان معرض في مدينة جدابية، وعن المعرض الأول للتراث مدينة تورغة، وكان هذا أول معرض تتواجد فيه التراث التورغي بالمنطقة الشرقية. وكانت المنظمات طبعا في المحافل من الظروف التي يعانوا منها المهاجرين سواء من الأعمال الخيرية أو من الأعمال التثقيفية، منها دورات تثقيفية ومنها منتديات وملتقيات من منظمات تورغة. فطبعا المنظمات منظمة الأيادي الطاهرة ومنظمة مع الابتسامة من أجل الأطفال تورغة دائما موجودة في بين المخيمات، ودائما موجودة من بالشأن سواء كان الطفل التورغي أو كان الشباب من أهالي تورغة. شكرا. نعم شكرا لحضرتك. شكرا لك أستاذ سالم الصغير. ما زلنا متواصلين أكيد مع في حلقتنا اليوم من أخبار البلاد مع أهل تورغة. حنسلط الضوء أيضا على أطفال تورغة، نشوفوا في اللباس اللي لابسين الأطفال الصغار تقريبا، يعني هو يحدد الهوية الثقافية الليبية أساسا، بما أن ما عندهمش زي شعبي خاص بهم مثل الجنوب اللي هو الثوب أو غيره مثل مناطق الجنوب المختلفة. فزيهم الشعبي العادي هو اللي نشوفه في الأطفال الآن لابسين أمامنا كبار وصغار، والبدل العربية العادية أيضا للرجال. ما زلنا حنسلطوا الضوء على المنتدى طبعا داخل مخيمات تورغة. هنالك منتديات، هذه المنتديات لرعاية هؤلاء الأطفال، لتعليمهم، لتدريبهم، للترفيه عنهم داخل هذه المخيمات، اللي لو مهما حكينا عن المخيمات وعن ما فيها وما يحدث في كواليسها وعن يعني البيئة اللي هم موجودين فيها، يعني مش حنقدروا ننقلوا الصورة كما هي علي. ربما الصور اللي تلتقطها أكيد زميلتنا ندى الحرامي معايا اليوم في هذه الحلقة الميدانية حتنقلكم الصورة والمأساة اللي فعلا عايشين فيها أهالي تورغة خلال هالسبع سنوات. مازلنا متواصلين من داخل الخيمة التورغية في ذكرى تهجير تورغة للعام، خلينا نقول السابع، وداخلين عامهم الثامن إن شاء الله. خلال هالعام تكون الكثير من الوعود اللي تم وعودهم بها ومن البيانات ومن الاستنكارات اللي نشوفوا فيها من 2013 إلى اليوم إن شاء الله يصدق واحد منهم وتعود تورغة وأهلي تورغة إلى مناطقهم. معانا أيضا سالم مرحومة عن ملتقى أطفال تورغة. كيف ما قلنا هو منتدى أو ملتقى تجمع لأطفال تورغة، تجمع ترفيهي لتغيير أجواءهم أولا والتلطيف عنهم، ثانيا لتعليمهم الكثير من الأشياء الثراتية. نتحدث أكيد حول هذا الموضوع. معنا الأستاذ سالم مرحومة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ملتقى أطفال تورغة اللي مقام بحليس، طبعا كما ذكرتي هو تخفيف معاناة الأطفال. هو أطفال ليبيا كلهم مروا بها المحنة ولهم يحتاجوا لهذا الدعم النفسي والترفيه عنهم، إلا أن أطفال تورغة يحتاجوا أكثر من باقي الأطفال الآخرين. فطبعا أولا نشكر من دعم هذا البرنامج وهذا الملتقى بالدعم المادي، ونشكر الأخوة سواء كانوا في التعليم أو في التكوين والأجهزة، كل الأجهزة اللي في مدينة بنغازي ودعموا هذا البرنامج بالمواد عن طريق المواصلات في أثناء الرحلات.
طبعا البرنامج المفروض نحن كل أطفال تورغة ليزيد عددهم عن 7000 طفل في المنطقة الشرقية هم محتاجين لهذا الكلام، ولكن نظرا لقلة الإمكانيات ما استطعناش أن ننفذ هذا البرنامج إلا في منطقة في مخيم الحليس فقط. كم فيه أسرة من أسر تورغة يعني؟ الله يقارب من 270-280 أسرة داخل المخيم، عدد المخيم. فاستطعنا احنا طبعا أن ناخذ المجموعة اللي هم من مرحلة التعليم الأولى اللي هو سنة 4 و5 سنين اللي هم يعتبروا في الروضة، بالإضافة للطلبة الآخرين اللي هم في بداية الدراسة من سنة أولى ابتدائي إلى عند الصف السادس إلى عند 14 سنة بالضبط يعني اللي قدرنا نطبقه عليهم هذا البرنامج. ويحوي الملتقى العديد من المناشط الرياضية والموسيقية الفنية، بالإضافة إلى تعليم بعض الحاجات الأخرى اللي هي قليل من في مادة الإنجليزي أو قليل في الدين، الحاجات البسيطة مثلا زي الوضوء والطهار في التربية الإسلامية مع مبادئ الحاسوب، الأيام الترفيهية الأخرى اللي هي تكون مفتوحة خارج المكان مثلا زي ما قمنا بزيارة لمنتزه بنغازي، هو الهدف منه هو التقليل من معاناة الطفل طبعا. وفي عديد من المهارات والمشرفين اللي قاموا بها المناشط طبعا نشكرهم في هذا اليوم لأنهم تطوعوا لإقامة هذا البرنامج، بالرغم من أن احنا طبعا تعرضنا شوية من المساءلات كيف احنا ما نقوموش البرنامج هذا في أماكن أخرى، عندنا مخيمات في البريقة، في جدابية، في طرابلس، على المنطقة الشرقية بالذات يعني، في بوهديم عندنا زوز مخيمات رياضية، زوز مخيمات في قر يونس، هذا كلهم محتاجين للطلبة متاعهم، ولكن قلة الإمكانيات طبعا ما نستطيعش أن احنا ننفذ البرنامج هذا بالعجل. عديد جدا مواهب، وحتى سمعوها إن شاء الله هنا، وفي مواهب اكتشفناها في الرياضة، في الرسم، في الموسيقى، في يعني لو تشاركات بها الملتقى، تشاركوا به في حفلات خارجيه، تشاركوا به في مناشط اخرى؟ والله ان شاء الله مستقبلا احنا طبعا في نهايه الملتقى هذا دارين يوم ختامي نبرز فيه طبعا ما استطعنا ننفذه خلالها، حيكون فيها اغاني وفي مسرحيات او سكتش، حاجات بسيطه طبعا تبرز او تعكس معاناه الطفل التورغي واهل التورغه، حيكون هذا النشاط طبعا ان شاء الله. شكرا. طبعا احنا حكينا مع الاستاذ سالم رحومه اللي هو عن ملتقى اطفال تورغه، هذا الملتقى يعني فيه مجموعه من المبدعين ومجموعه من المواهب، احدى المواهب نلتقي بها الان وتعرفوا عليها، وايضا هي صوت في الغناء، صوتها جميل سمعناها، حنسمع منها شيء اكيد عن الهويه التورغيه او عن يعني الثقافه التورغيه باذن الله. تعرف عليك ناجي عبد النبي صالح. ناجي في الملتقى انت كويس، شن استفدتي؟ والله استفدت كل شيء، تعلمت الاحترام وكيف تنظمي الطلبة اللي عندك بالمجموعة، كيف تمشيها، كيف تعلميهم شن يديروا وشن ما يديروش. كويس، يعني أنت تقولي بأن الملتقى يعني قضاء لوقت فراغك؟ نقوله، لكن هو كل ما نمشي كل ما نتعلم، كل يوم نتعلم حاجة جديدة منه. سمعت أنك موهبة وصوتك جميل، شن حابة تسمعيني؟ مكتوب لي تورغ الضيا ونقبل عذاب، مكتوب لي تورغ الضيا ونقبل عذاب، مكتوب لي ومسطرة لجبيني حبك وما تقدر تشوفك عيني، 10 سنين بلادي ليش حرماني، وش نساوي في غيبتك ظلموني، مكتوب لي ومسطرة لجبيني حبك وما تقدر تشوفك عيني، 10 سنين بلادي ليش حرموني، وش نساوي في غيبتك ظلموني، صينا غلاك والعين مشتاقة لقاك، شين حياتي بلاك حق الله لا ما ننساك، صينا غلاك والعين مشتاقة لقاك، شينك حالك في بلاك تورغى لا ما ننساك. شكرا. حلو، عطوها تحية، حيوها. بديتي مسيرتك من امتى تغني؟ والله من زمان.
عشتي في تورغة أنت؟ يعني متذكرة تورغة ومتذكرة بيتك ومتذكرة أصدقائك ومدرستك؟ متذكرة. حكينا شوية عليها. والله متذكرة أول أغنية غنيتها. اسم المنطقة اللي أنت فيها أصلا؟ منطقة اسمها القرية. يلا اسمها يقول أولاد سعد. أول أغنية لي كانت في المدرسة. طبعا كنا في نشاط رياضي. أول أغنية غنيتها عند أبلاتنا في الرياضة. من هذاك اليوم كانت أغنية قديمة هي مش أغنية ليبية مصرية. أبلة فاطمة الشريعة. من أغنية دي خلاص. قعدت صوتي تمام. كويس. شاركتي وانت في تورغة غادي في بعض النشاطات الخارجية خارج المدرسة أو كلها داخل المدرسة؟ لا لا كلها داخل المدرسة. داخل المدرسة. شنو تتمني لتورغة أطفال تورغة اليوم؟ نتمنى نولولها، نتمنى نشوفها لو حتى دقيقة. بالنسبة لي عادي نولي حتى تو يقولوا يعدي نعدي إن شاء الله. شكرا لك. موفقة بإذن الله أكيد. طبعا كيف ما شفتوا اليوم كانت حلقتنا الميدانية حلقة ثراتية ثقافية لأهالي تورغة داخل مخيم الحليس، المخيم اللي تقطن فيه أكثر من كم عائلة. هذا المخيم اللي يبعد 25 كيلو عن بنغازي اللي يضم عدد كبير جدا من أسر تورغة المهجرة إن شاء الله لتعود لوطنها في أقرب فرصة بإذن الله. طبعا حنختم إن شاء الله حلقتنا اليوم مع بعض الألعاب الشعبية اللي يقوموا بها أطفال تورغة خلال هذه الفترة أو ألعابهم الشعبية المعتادة. نحن نعرفنا في كل منطقة اشتهرت ببعض الألعاب الشعبية المميزة، حنشوفوهن وحنختموا بهن حلقتنا اليوم أيضا مع كل الوجوه السمراء الجميلة لأطفال تورغة اللي نتمنى أنهم فعلا تعود لهم الضحكة والابتسامة بعودتهم إلى وطنهم وإلى مدينتهم بعد معاناة. أتمنى من كل من يشاهد حلقتنا اليوم أنه يستمتع ويكون عرف جزء بسيط من ثرات تورغة ومن ثقافتها ومن هويتها التورغية ويعني تورغة الرحيل المر احنا دائما نقول عليه، إن شاء الله يعودوا في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. إذا نخليك مع بعض الألعاب الشعبية لأطفال تورغة اللي حنختم بها حلقتنا ونقول للجميع شكرا لكل من تابعنا وحيا الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.